إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ادعى بعض الناس أن هذا الحديث لا يدل على صفة العين، وقال إن المراد بالعور هنا العيب، يعني إنه معيب وإن الله ليس بمعيب، لكن هذا القول باطل، لأن كل أحد يعرف أن معنى أعور في اللغة العربية يعني ما هو إلا عين واحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: العورة البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرج البين ضلعها. لو كان العور بمعنى العيب لكان في الحديث تكرار، فالعور غير العيب. ثم إن في ألفاظ الحديث الذي رواه ابن عمر وغيره: أعور العين اليمنى، العين أعور العين، واضح الآن كأن عينه عنبة طافية، وهذا واضح أن المراد بالعور هنا فساد إحدى العينين.